قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على السيدات وخاصة المعيلات بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك انطلاقا من دور الوزارة المجتمعي وفي إطار مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، وتزامنا مع الاحتفال بحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. انطلاقا من دعم وزارة الداخلية المستمر للمرأة التي تتحمل المسؤولية وتبعات البناء والتنمية وترسخ لقيم المجتمع، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، مشاركة منها في احتفالات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والمرأة المعيلة، وتهدف إلى توزيع مساعدات على السيدات وبخاصة السيدات المعيلات على مستوى كافة المحافظات. كل سنة وحضرتك طيبة. ربنا يفوق بخاطركم يا رب. احنا ايدنا واحدة على الغريب. ربنا ينصركم يا رب، يا رب يخلي الرايس وينصركم. وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. لسنا متقابلين وانتم فاكريننا على طول. بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكرها دي كانت زمان. يا رب يخلي وزارة الداخلية وحبايبنا واللي مش مخلينا عايزين حاجة يسرها معاهم دنيا وآخر. وعيشي حرة يا بلادي في كل الأزمنة، ووقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لا مرة حسيت بخوف وقد الظروف، مفيش أي قوة تهزنا لو حتى تاخدي مني. ربنا يعودها عليكم بخير ويفادوكم من كل شيء. استقبلت السيدات بمختلف المحافظات مأموريات وزارة الداخلية بترحاب كبير، فهي مأموريات تأتي إليهم محملة بالخير والدعم والمساندة في إطار سعي الوزارة لتفعيل دورها الاجتماعي والإنساني والتواصل مع كافة فئات المجتمع بخاصة المرأة. أنا من النهاردة فخورة بدخلة الضبط علي والشباب الحلوة اللي جايبها لي الهدية دي، يا ربي يوفقهم ويوفق بلدنا. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. هنديلك عينيا وقد المسؤوليه، وشرطه شعب احنا ايدنا واحده على الغير. ربنا يخليكم لينا، وانتوا حاميننا وحاميين مصر وحاميين شباب مصر، وربنا يخليكم لينا وما تشوف ما نشوفش فيكم حاجه وحشه يا رب. مبادره كلنا واحد دايما تستمر كده، وبكتر خيرهم ان هم بيجوا لنا في كل مكان وفي شغلنا. وعيشي حره يا بلادي في كل الازمنه، ووقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لا مره حسيت بخوف وقد الظروف، مفيش اي قوه تهزنا لو حتى تاخدي مني روح. دي روحي هينه، وهو ايه في الدنيا اغلى من مصر عندنا شهيدي. ربنا يخلي لنا وزاره الداخليه، واحنا طبعا حاسين بالامان طول ما الظباط موجودين حوالينا، وطول ما هم موجودين احنا في خير وفي امان. انا جنبك تملي ومنك قريب. احب اقول لوزاره الداخليه ربنا يخليها ويبارك فيها، وكل سنه وهم طيبين. بطل تملي شايل اسمها، وكل أشكر وزارة الداخلية على اللي هي عاملاه معانا، ودايما فاكرينا مش نسينا بأي حاجة، وشيء حاجة كويسة اللي هما بيجوا وبيشرفونا ودايما معانا إن شاء الله يعني. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. هنديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغير. شكرا لوزارة الداخلية، كفاية المجهود الكبير اللي هي بتعمله ناحيه السيدات المعيلات. لما بنشوف الضباط في الشارع طبعا بنحس كلنا بالامان، وبنحس ان مصر في ظهرنا. مبادره كلنا واحد مش سايبانا،
في أي مكان بنلاقيها وبناخد منها كراتين وبناخد كل حاجة منها. في كل جيل بطل تمام شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه. إشادة كبيرة من جموع السيدات بمبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، بخاصة السيدات المعيلات، وبما تقدمه من مساعدات عينية متنوعة تسهم في تخفيف الأعباء عنهم. البلد دي ظهرها ما بينحنيش، احنا مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين، كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. تحيا مصر دايما، تحيا مصر دايما. انا جنبك تملي ومنك قريب، انا اديلك عيني. كل سنة وانتو طيبين، ما تحرمش منكم، ربنا يخليكم، ما تحرمش منكم أبدا. مشاركات وزارة الداخلية المرأة الاحتفال بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تؤكد أن الوزارة تسعى دائما إلى دعمها ومد يد العون لها، ليس في المناسبات فقط وإنما على امتداد العام. فالمرأة جزء رئيسي من المجتمع، بل هي عماد هذا المجتمع. بشكر مبادرة كلنا واحد على كل حاجة بتعملها، وزارة الداخلية على كل حاجة بتعملها معانا. مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين، كل واحد فينا شرطة ولا شعب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، شباب مصر، ويعفي عنكم وفيكم شر المرض. في كل جيل بطل تمام شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر. تحيا مصر، 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 ننصركم ربنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبادرات إنسانية متنوعة تطلقها وزارة الداخلية هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين، ومنها مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل السيدات وبخاصة السيدات المعيلات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.